سيد رئيس الوزراء، لجنة عليا برئاسة السيد رئيس الوزراء ومعاه الوزراء المعنيين لتسهيل العمل لاتحاد الكرة، ووضع كل الإمكانيات اللي هتكون موجودة للعمل. وفي لجنة تنفيذية ويصدر منها تكليف من وزير الشباب والرياضة أيضا تنسيقا مع اللجنة العليا للجنة المنظمة وهي اللجنة التنفيذية برئاسة المهندس هنا بوليتا. ده شكل التركيبة، وما بينهما في لجنة من أجهزة الدولة مع رئيس اللجنة التنظيمية ووزير الشباب والرياضة للمتابعة الدورية. إذن اللي أنا بقوله الاستراتيجي اللي أنا بقوله ده بيدينا كلنا كده أهمية الموضوع إيه، وبخاطب بيه الإعلام المصري المحب لدولته، الإعلام المصري اللي هيكون قدامه هدف واحد، وكلنا بنفتح كتاب هو أوله وآخره هي بطولة أو كأس الأمم الأفريقية، علشان مش بس كده، ده احنا ربنا أنعم علينا سبحانه وتعالى مصر إن في نوفمبر كمان في تحت 23 سنة تصفيات اللي تؤدي إلى 2020 وأيضا بطولة أفريقيا. فإحنا عندنا حدثين لكرة القدم مهمين جدا اللي فيه أنا ودوري بشرح الأهمية فين، شكل التركيبي هيكون فين بالضبط، وكمان اللجنة المنظمة بتطرح على اللجنة العليا الهيكل التنظيمي، وقلنا فيه لجنة في النص متابعة مع الأجهزة التنفيذية بتطرح الهيكل التنظيمي اللي موجود، وكمان من خلال وجود وأداء الاتحاد المصري لكرة القدم والهيكلة الموجودة بما يخدم هذا الهدف الكبير، إن ما عندناش حاجة غير بطولة ناجحة، ما عندناش حاجة غير تسخير كل الإمكانيات إن شاء الله. وحضراتكم شفتوا يمكن